الرئيس السيسي ينعى السيدة التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، ويؤكد أنها ضربت مثلا عظيما في الوطنية. مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى دون تحقيق احتياجات قاطنيها. القوات المسلحة تقيم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة زينب مصطفى التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر ووافتها المنية اليوم. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي: أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك. هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر. رحم الله الحجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء للوطن. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دون تحقيق احتياجات قاطنيها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بياننا اليوم أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دون تحقيق احتياجات قاطنيها. وشددت الوزارة على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها. افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 20 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر. يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية. يأتي المعرض استمراراً لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب. جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بعنوان استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين. استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أوجه التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتت وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وذلك في استخدام التقنيات اللامركزية منخفضة التكلفة والتي يتناسب استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق بالمحافظات المختلفة.